مكملين معكم مشاهدينا، وهلأ وصلنا لفقرة فيتامين. ومثل ما ذكرت زميلتي ملاك قبل الفاصل، الأمهات دائما قلقين على أولادهم، خصوصا على الأطفال اللي بيكونوا بالمراحل العمرية الأولى. ومن الأشياء أيضا اللي بيكونوا جدا قلقين فيها هي تغذية هاي الأطفال. هل هذا الغذاء مناسب لهم مو مناسب لهم؟ رح نحكي أكثر بخصوص هذا الموضوع مع أخصائية التغذية أماني بيك. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، أهلا فيكم. كيفكم؟ صباح الخير دكتور. تمام. بداية خلينا نحكي عن أهمية التغذية السليمة للطفل. تمام. هلأ التغذية مش بس لازم تكون سليمة للطفل، هلأ الطفل والأشخاص الكبار كمان لازم تكون تغذيتهم سليمة. الطفل بنعتمد على تغذيته سليمة تكون لازم، لأنه إحنا من مراحل عمرية صغيرة من قوي بنيته العضلية، من قوي العظام عنده، العقل بيعتمد كتير على التغذية السليمة، نحميه كتير من أمراض ممكن يتسبب لها لقدام، مثلا تسوس الأسنان، ممكن مثلا السكري لا سمح الله، ممكن يتعرض لأمراض قلب بسبب تغذية غير سليمة. يعني ممكن توصل لدرجة سكري وأمراض قلب بس مجرد أنه التغذية ما كانت سليمة. 100%. طب خلينا نحكي هلأ أكثر عن الطريقة أو العملية الصحيحة لإدخال الطعام للطفل أو للبيبي. تمام. إحنا كلنا بنعرف إنه ممكن نبلش ندخل الطعام من عمر 4 إلى 6 شهور. بالعادة حسب طريقة استناد الطفل، حركة راسه، ممكن الأم تعرف إنه هو قابل يعني ندخل له الطعام الصلب أو لا. بالعادة مندخله من عمر 6 شهور، منركز بالأكلات على الأكلات السوفت اللينة، الخضار المسلوقة زي مثلا الكوسة، الجزر، البطاطا. منبعد عن الأكلات اللي ممكن تسبب حساسية للطفل زي الخبز فيه جلوتين، ممكن بعض الأطفال يكون عندهم حساسية من الجلوتين. نعم. مظبوط. نلجأ للرز، منبلش في الأكلات أكلة واحدة مثلا على مدة أكثر من يوم، بعدين نبلش نضيف له اللي هو يعني صنف ثاني، وبعدين نبلش نخلطهم مع بعض، وبهيك احنا بنتدرج في الأكل. يعني إنه الأم تبلش خلينا نحكي بالأكلات السهلة المضغ، أكلات لينة. طيب شو العناصر الغذائية اللي خلينا نحكي لازم تركز عليها الأم في بداية تغذية الطفل؟ هلا شوفي، حليب الأم بيفتقر أو فيه كمية قليلة من الحديد وفيتامين دال، فلازم احنا ندعم أكل الطفل في هذا الإشي. ممكن نعطيه حبوب مدعمة من هذا من هاي العين العناصر الغذائية، ممكن نعطيه حليب مدعم كمان. وكمان تركز يعني بشكل عام على أكثر من نوع مشان تعطي احتياجه كامل من كل الأغذية. طب حكينا عن البطاطا والأمور اللي عن جد سهل ممكن يكون مضغها، هل في أطعمة معينة تعتبر ممنوعة على الطفل أنه يأكلها؟ ممنوع يأكلها قبل عمر السنة الحليب البقري، ممنوع ندخله أبدا، والعسل. العسل فيه بكتيريا اسمها كلوستريديوم بوتولونيوم، هاي ممكن انها تأذي الجهاز الهضمي عند الطفل. نعم. وممكن تؤدي للوفاة احيانا. اوف. من العسل. من العسل، رغم انه العسل فوائده كتيرة. بالضبط، بس للطفل لانه جهاز الهضم لسه مش مكتمل فحرام انه ندخل، ممنوع. طب لاي عمر ممكن ما نعطي العسل؟ قبل السنتين ما نعطي. سنتين كاملين. بالضبط. تمام. طيب هلا خلينا نحكي انه العسل ممنوع، هلا نحن كلنا بنعرف انه العسل فيه خلينا نحكي مواد مفيده او عناصر مفيده ممكن انها تعتبر بعض الاحيان شفاء لبعض الامراض. مزبوط. طب ممنوع بالمره. طب خلينا نحكي شيء يفضل تجنبه لكن هو عادي. إشي يفضل تجنبه هو عادي، مثلا عندك اللحوم البقريه، اللحوم الحمراء بشكل عام. لازم نطهوها منيح إذا بدنا نقدمها للطفل. المعلبات زي مثلا المعلبات اللي هو تونة وهاي الأشياء فيها مواد حافظة، فيها مواد حافظة وفيها كمان عناصر ثقيلة زي الزئبق، بنخاف على الأطفال منها، فممكن إنه إحنا نبتعد عنها. يلا قد الأم عن جد لازم تكون حذرة، لازم تكون أيوة دايرة بالها، تطول بالها كثير. ما بدها تطول بالها، هلا من عسير التطويل البال. هلا مرات إحنا ما بنكون عارفين إنه البيبي اللي قدامنا وصل لمرحلة الإشباع تماما من الأكل، فمنضلنا نطعمين ليوصل لدرجة إنه يستفرغ الأكل اللي أكله. كيف ممكن الأم تعرف إنه الولد خلص لهون يعني فلل؟ الطفل في له ردات فعل بعد ما يخلص الاكل، خلص بتحسيه بلش يفرفش، بده يلعب، بده يطلع، بصير يزيح الاكل في ايده، خلص ما بده يكمل اكل. هون ممكن الام انه خلص توقف اكل ونلجأ لمثلا تلعب معه، يعني
تتحرك. طب هذا الطفل اللي خلينا نحكي شوية واعي اللي بيقدر يزيح الأكل في إيده كذا. طب إذا كان رضيع إذا كان رضيع بدها يعني تعطيه على شتات على فترات مش مرة واحدة. مش مرة واحدة. طب وبعض بس ما هم برضو بعض الأولاد نحن بتحكي مثلا بفرفش وهيك، بس مرات الأم مثلا بتقول لك لا لسه ما أكل، يعني يدوب أكل لقمتين مستحيل شبع، فبتضلها الطعمين. هون بدها تعرف الأم إن الطفل مش زينا، يعني الطفل احتياج أقل بكتير منا. بالضبط. لازم تعطيه كميات كتير قليلة، يعني 3 وجبات رئيسيات واثنين سناكات خفاف كلهم يعني يكفي باليوم. في مقولة دارجة إنه كل ما أكل أكتر كل ما صارت صحته أحسن. فأنت شو رأيك كيف بتعلق عليها؟ الأم بتحب الكلابيط. بتحب الطفل. أيوة. بتحب الطفل يكون مثلاً يعني مليان. مليان ويعني بتتباهى قدام الناس إنه والله صحيح. صح. صحيح. لا هذا الإشي غلط، لأنه ممكن لقدام يعرضوا لأمراض كتيرة لا سمح الله، وبالعكس يعني أثبت الدراسات إنه لقدام بنتنبأ بأمراض يعني ممكن يتعرض لها الطفل من زيادة وزنه خلال مرحلة طبعا سمنة الأطفال اللي هي يعني، فلازم نكون جدا حذرين في هذا الموضوع. صحيح. طب الأم برضو من بما أنه لسه عم نحكي عن موضوع الشبع إجمالا للطفل، طب كيف الأم ممكن تحسب المقدار اللي مناسب لكل طفل؟ يعني ممكن أنه مرات سوري قطعتك، بس لأنه مرات بيكون الطفل إحنا بنشوفه حبته قليلة زي ما إحنا بنحكيها بالعمية، بس اسم الله بأكل أكثر من حدا نوعا ما مليان. هذا حسب حركته في اليوم، حسب قديش بتحرك، حسب جنسه وعمره، كله بنحسب له احتياجاته. الأم صعب إنها تحسب احتياجاته، بس ممكن إحنا نعطيها نصائح إنه أعطيه كوبين من الحليب في اليوم، 3 حصص فواكه، 3 حصص خضروات، زي هيك. يعني ما بنقدر نحسب لها بالضبط قديش بدها، بس بالعكس يعني هي بتعطي كل احتياجاته كميات مناسبة له حسب حلو. احنا بنسميه يعني جايد لاينز له. طب احنا بنحكي عن المراحل العمرية الأولى، هلا المراحل العمرية الأولى تعتبر لأي عمر بالضبط؟ يعني العمر 2 3 سنين هيك. اوكي. طيب لو فرضنا انه في بعض الاطفال او بعض الامهات بيعانوا انه عندهم اطفالهم مثلا شهيتهم مسدوده، ما بيتقبلوا الاطعمه، كيف ممكن تتعامل الام مع الطفل حتى ما تتاثر صحته؟ هلا اول شيء الام بدها تطول بالها كثير، لازم تعرض له الاكل بطريقه محببه له، تجيب له الصحون اللي عليها أشكال عليها ألوان، تقدم له كل أنواع الأكل بألوان لطيفة، تعمل له أشكال في السناكات، يعني في كتير على اليوتيوب ممكن يشوف الأمهات. صحيح. أشكال يعني تعمل له إياهم، ممكن تخليه إنه إذا كان كبير شوي يشارك معها في إعداد الطعام، أو يطلع معها على السوق يعني يشترك كتير أشياء من الطعام، هيك بشجعه وبحفظه إنه يبلش. ما هي بتخاف تأخذه معها على السوق هلا يشتري السوق كله. بس فكرتها حلوة إنه لما هو يحس حاله إنه عم يشارك بإعداد الأكل بصير بده يدوق الإشي اللي هو عمله. أيوة. الإشي اللي هو أنجزه. طبعاً بصير زي الإنجاز اللي أنا هذا اللي عملته فخليني أجربه. هلأ ذكرتي أنت في البداية إنه ممكن تكون سوء التغذية للطفل نتيجة سوء تغذية الأم. صح. طب قد إيه ممكن إنها تأثر تغذية الأم السيئة على صحة الطفل؟ شوفي احنا لازم نركز على تغذية الأم قبل الحمل، متخيلة؟ أوكي. من قبل الحمل وفترة الحمل وبعد الولادة، لأنه الطفل بيستمد كل العناصر الغذائية من جسم أمه خلال فترة الحمل. يعني مثلا الحديد بيضل معه 6 شهور من جسم أمه ماخده، بعد هيك احنا بنبلش نضيف له الطعام. الأم لازم تكون حريصة كتير على تغذيتها خلال فترة الحمل عشان يطلع صحة ابنها بصحة جيدة، وطبعا تحافظ عليها بعد فترة الولادة. طبعا شيء مهم انه الام تدير بالها بهذا الموضوع، لكن في مرات امهات بتبذل مجهود مثلا انه بتعرض مثلا خلينا نحكي اطعمة لاولادهم بقيمة غذائية عالية، لكن بتشوف ردة فعل من الطفل انه ما استساغ هذا الاكل. صحيح. او ما استطعمه او ما حبه، كيف ممكن الام تعوض الطفل بهاي النقطة؟ شوفي الطفل أول ما نبلش له أكل ما بعرف أي نوع من الأكل. أكيد. فهون الأم بتبلش إنه الطعميه مش ضروري أشياء هي ما بتحبها إنه ما تعطيها، فهمتي كيف؟ بتبلش طعميه كل إشي صحي ومفيد حسب هي شو بتعوده، هو رح يطلع وينشأ على هذا الإشي. إذا عودته إنه كل فترة تعطيه حلويات، تعطيه مكافآت في أشياء حلوة يعني شوكولاتة شبه زي هيك، رح يتعود. ولما تعطيه فجأة الأكل الصحي
مش رح يحبه، صح ولا صح لا؟ صح صح. ممكن كمان تضيف أشياء هو بحبها على أكلات مش مستساغة. نعم. هلا حتى في امهات مرات مثل عم تحكي الجائزه مثلا اذا كان منيح بتكون حبه فواكه، مو شرط انها تكون مثلا شوكليت او تشيبس او هالامور هاي. فمثل ما عم تحكي يعني هي الام هي الاساس صراحه، هي اللي عن جد راح تعلمه النظام الصحي مثلا للاكل او انه نظام يمشي عليه بيكون خاطئ تماما. طب هلا في حال خلص كان نظام الاكل سيء، خلينا نحكي عن الأضرار اللي راح تترتب، هل راح تترتب على الطفل بالمدى القريب أو في المدى البعيد، وشو الأمراض اللي ممكن تصيبه غير سمنة الأطفال اللي احنا ذكرناها قبل شوي؟ صحيح. هلا سمنة الأطفال راح تأثر على حركته، راح تأثر على أسنانه، صحة عظامه، ممكن تأثر زي ما قلت بالبداية على أمراض إذا كان حتى عنده استعداد الوراثي للسكري والضغط، وهاي الأمراض بتكون عنده أسرع إنه يتعرض لها لما يكبر. فإحنا لازم ننتبه منيح شو عم نعطيه وشو عم نقدم له أكل. بتنصحي طيب مثلا الأمهات أنه يتابعوا مع دكاترة معينين أو مع أخصائية تغذية أو أخصائي تغذية بأنه يعملوا فحوصات دورية لأطفالهم طبعاً. أو أنه يشيكوا على صحتهم من فترة لفترة حتى لو كان الطفل ما عليه أعراض معينة أو شيء معين؟ طبعا طبعا، كل فترة لازم تعمل له فحص دوري للفيتامينات والمعادن. إحنا كتير بنتعرض لنقص فيتامين دال وفي الحديد. صحيح. ضروري انه احنا نعمل له الفحوصات اللازمه عشان اذا كان عنده نقص نعوضه بالفيتامينات والمعادن. هلا المشكله انت ذكرتي الفيتامين دي تحديدا، يعني هي تعتبر مشكله عالميه، يعني هي بطلت بس انه مقتصره عنا، لانه مثلا احنا لا، هو حتى باي مكان بالعالم صح. الاشخاص كلها عم بتعاني من نقص فيتامين دي. طب من وين احنا ممكن نكتسب فيتامين دي؟ يعني لانه احنا مثلا باعمارنا بنلجأ للحبوب اللي هي بتكون مكمله للفيتامين دي، فبس للطفل كيف ممكن احنا نعوضه؟ هلا مشتقات ممكن. الحليب، هلا الشمس اكيد 100% هو اول مصدر ممكن احنا ناخذ منه انه نتعرض للشمس كل يوم تقريبا ربع ساعه فتره الصبح. هذه كافيه انه احنا يعني نغطي احتياجنا من الفيتامين د. لكن اذا كان عنده سوء امتصاص لا سمح الله ممكن احنا لازم يعني نعطيه من الاكل ونعطيه كمان مكملات غذائيه. انا حبيت شغله انه هاي انا قراتها هاي المعلومه انه اذا بتطلعي بالشمس بس اتوقع قبل فتره الظهر قبل 12 أيوة الظهر صحيح كثير بتستفيدي من اشعه الشمس تكون غنيه بالفيتامين صح. دي مزبوط. وقبل شوي انت حكيتي شيء انا حابه اعقب عليه انه بتشوفي امهات بيعطوا مثلا اطفالهم الجائزه مثلا او المكافاه بدل الحلو فواكه. انا كثير بحب باسلوب التربيه كونه نحن موضوعنا عن تغذيه الطفل انه تربيه الطفل انه دائما يكون التعامل مع الاطفال باسلوب مش المعاقبه باسلوب انه مشاهدينا الجائزه او اسلوب المكافاه. يعني اذا عملت هيك بعطيك هيك او اذا ما عملت هيك بعطيك هيك. ما بحب اسلوب اذا عملت هيك رح مثلا رح اضربك او رح احبسك. لا لا لازم لازم يكون في هيك اخذ وعطى حتى لو طفل، يعني ما تتعاملي معك انه جد انه هو حدا ما بفهم حتى لو كان هو فعلا ما بفهم. بالعكس الطفل حساس وبفهم اكثر صحيح. شيء طب احنا حابين منك هلا توجهي لنا نصيحه لكل الامهات. هلا شوفي الام لازم تكون حريصه على تغذيه ابنها، ما توقع في اغلاط ممكن هي تسبب سوء تغذيه لها. يعني مثلا كثير من الامهات بيعرضوا الاشياء الزاكيه زي الشبس والشوكولاتات لاطفالهم، بيخلوهم زي منظر في البيت. هم هاي الاشياء الطفل بتحبب لها، وطبعا الاباء يعني هم قدوتهم الاولى لطفلهم. صحيح طبعا. شو عم باكل الاب والام؟ الطفل بده يجرب وياكل، فاحنا لازم نكون قدوه لهم وناكل تغذيه صح وسليمه. شكرا لك اماني، بصراحه استفدنا كثير واكيد مشاهدينا استفادوا من الكلام اللي حكيتيه، وبنتمنى انه تاخذوا بنصيحه اخصائيه التغذيه اماني البيك. تشرفنا فيك اليوم. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك.